والله ولد حلال. تعال اشرب معايا القهوة. اشرب معاك ايه؟ ما يصحش. هو ايه ما يصحش؟ ما يصحش دلوك. انا عايزة اخلص معاك موضوع بتاعي ومش هنام ولا يرتاح لي بال الا لما انهي، ودي فرصة. تعال بس تعال. ما يصحش ما يصحش يا فريدة. هو ايه ما يصحش؟ اللي أكاده انا اول مرة اشوف راجل بيتكسف. بيتكسف؟ انا خايف عليكي، الناس هيقولوا ايه؟ خايف عليا من الناس؟ سيبك من الناس وحكاويها، الناس مش هتبطل كلام. المهم قهوتك ايه؟ مفيش داعي. طب سكت عليك النبي، لا تتعشى معايا النهارده، ايه رايك؟ يا ست فريده ما يصحش يا ست فريده. ايه ست فريده؟ ست فريده دي بقول لك ايه، انا اسمي فريده. ايش حال ان احنا طول العمر جيران، وانت كنت حبيب المرحوم الروح بالروح. الله يرحمه. انا عامله جوز حمام، انما ايه بيستاهلوا خشمك. اصلا انا كنت حاسه اني هفتانه وضعفانه كده، قلت اتجوت اهم من حظك ونصيبك. تعال بس تعال. يلا هسيبك بقى عشان الحق انام عشان اصحى اشوف شغلي. استنى هتروح فين؟ انا هستحمى في السريع ونروح نقعد شويه على القهوه. لا قهوه ايه، انت اهمك حاجه، ما انت صاحب المال يا سيدي، محدش هيقول لك تلت التلاته كام ولا كاني ولا ماني. انا لازم انام عشان اصحى اشوف شغلي، عشان اخوك مروان ما عندوش اعذار. على كيفك. السلام عليكم. بتعمل ايه؟ وجعت قلبي. عارفه لو امي ولا فوزيه شافتك هيعملوا فيك ايه؟ وطي حسك. تعالى تعالى تعالى. انت مش هتحرمي؟ لا مش هحرم. طب ايه رايك ان انا هقول لامي انك كنت بتتصنطي عليها كده يا حسن؟ وانا اللي بقول عليك احسن واحد في البيت ده، وانت اللي ناصفني؟ فين جوزك؟ أنا عارفة طلع. أنت مش خايفة يكون متجوز عليكي؟ يقدر يتجوز عليا، أخوك بيحبني بيموت فيا. المهم أنت كنت بتتصرمح فين؟ بتصرمح؟ ماشي يا نون، هسامحك بس عشان أنت طيبة وبنت حلال. بقول لك إيه؟ ديري بالك عشان أمي شايلاكي فوق نافوخة وزعجة، ولو شمت ريحة الجريبة من الباب هتولع فيكي. ليلتك سعيدة. تولع فيه؟ مطرح ما يسري يمري. بقول لك ايه، انا ممكن اعمل مشكله مع ابوك، بس بقول الطيب احسن. ما تزعلش مني، يعني فارد قوي واخد بباله ان اللي يقول عليه الناس تقول عليه امين، بس مش علي. انت ما تعرفيهوش، ده طيب قوي. طيب مش طيب دي حاجه بتاعته. بس انا عشان خاطرك انت ساكته، وقلت ننهي الحكايه دي ونحلها ودي. انا بقول نتكلم الصبح. هو في ايه مالك؟ زي ما يكون في حاجه بتقرصك وانت قاعد. مش للدرجه دي. ايوه كده، فكها واضحك، الدنيا مش مستاهله حاجه. شوف انا مش زعلانه من الحج بيعمله، بس الحج حق. هو طلب وانا قلت لا. ما ينفعش يبقى خلاص ولا ايه؟ انت صح. طيب انا عايزك تقول له اني فريده مش واقفه قصادك ولا بتعاندك، بس انا يعني زي ما انت شايف ست وحدانية، بصرف على نفسي وبعمل كل حاجة لنفسي. يعني زي ما بيقولوا كده، وليا محتاجة ليوقف جارها. معاك حق. إلا بالحق. أخبار نادية إيه؟ كويسة؟ هي مش ناوية تجيب لك عيل كده
يملى عليكم البيت ما تاخدها للحكي. الموضوع بتاعك هنتكلموا فيه الصبح. هتيجي تاني؟ اه هاجي. ولا تحب تجي لك انا؟ لا ما تتعبيش روحك. متشكرين على الحمام. ده انت مفيدة. نعم. اعملي لي قهوة هاتيها على جو. حاضر. يعني ايه مش فاهمة؟ يعني لو كلام مدير البنك ده طلع صح يبقى حتى لو بعنا البيت اللي احنا قاعدين فيه ده برضه مش هنعرف نسد الدين. ونبيع ليه ان شاء الله؟ هو احنا فقراء؟ ده احنا عندنا ارض وتجاره وورث يخلونا ملوك. وانت بقى يا ست الملكه فاكره ان عمك ومرات عمك هيدوكي كده ارضك وتجارتك وكل الحاجات دي بسهوله؟ يعني هو عنده استعداد ان يشوفه بيتسجن ويسكت؟ ده يوم المنى بالنسبه لعمك ومرات عمك واولادها كمان، ده زمانهم عاملين فرح دلوقتي. خلاص نرفع قضيه. وهو ابوكي بقى هيرضى يقف قدام اخوه في المحاكم؟ الله، اشمعنى هو عنده استعداد ان يشوفه بيموت وهو ساكت؟ انا هقوم اكلم المحامي يجي بقى ونشوف هنعمل ايه بدل ما انت محاميه كده على قدك. اوعي تعملي حاجه زي كده، بابا لو عارف هيزعل جدا على فكره. وبعدين هو بس اللي من حقه يقرر هيعمل ايه وامتى. يا سلام، واحنا بقى نقعد نتفرج. يا ستي استني بس لما يجي ونعرف هنعمل ايه. انتوا مش عارفكم يعني الامور اتحلت ولا ما اتحلتش؟ من الواضح ان الفلوس بتلحس عقول البني ادمين. او عمك ده من نفس نوعيه البيه اللي كنت هتجوزه، هو ومراته وعياله، الفلوس هي امهم وابوه. انا بقى من زمان مش عاجبني الحال ده. انا ليه حق؟ هاخده يعني هاخده، ان شاء الله ارميه في الشارع ارميه في البحر، المهم مش هسيبه لهم وخلاص. بابا مش سايب حقه، انتوا بس فاهمين غلط. هو النظام عندهم في العيله كده، الكبير هو اللي بيحكم في كل حاجه، التجاره بقى والمال كل حاجه. غلط مش صح. وابوكي موافقته على الكلام ده من الاول غلط، وهو لما ساب كل حاجه من زمان لحد دلوقتي خلاص اللي خدها اعتبرها بتاعته، حقه وملكه. ولما تيجي تطلبيها منه كأنك بتطلبي حاجة بتاعته مش بتاعتك. كلامك صح يا شهد. زينب. ماما. زينب ريتال. خلي بالك. ايه ماما بس هنزلك من السرير. عاجيني. خلي بالك. خلي بالك يا ماما. ابوك كلمني وقال هو جاي في الطريق. اوعى واحده فيكم تفتح بقها بحرف ولا تقول له ان هي عرفت اي حاجه. هو مش ناقص، مش عايزين يشيلوا هم اكتر من اللي هو شايله. فاهمين ولا لا؟ حاضر يا ماما حاضر. كفايه اللي حصل له، استرها معانا يا رب. ارشدنا للطريق الصحيح، استرها معانا يا رب. يجيبك بالسلامه يا عبد الله ويهون عليك. اوعوا يا بنات اوعوا، لو عرف ان انتوا عرفتوا يجرى له حاجه وتبقى انتوا السبب. ربنا هيفرجها ان شاء الله. حاضر. ربنا هيفرجها. لو سالكوا في ايه قولوا له ماما وقعت في الحمام تعبانه شويه بس. استرها معانا استرها معانا يا رب.